السلام عليكم ومرحبا بكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وتكونوا في صحه جيده يا رب. ما تنساوش الى عجبتكم لا فيديو تاع اليوم، ما عليكم غير تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. اليوم راح نديروا ليكيش بطريقه سهله، نسحقوا زوج كيسان تاع فرينه، حبه تاع صفار بيض، مغرفه صغيره تاع الملح، و 125 غرام تاع مارغرين طريه، واكيد عندنا الحليب نطمو به العجين، ماشي بزاف، حوالي 4 مغارف ولا 5، يعني المهم حتى ينطم لنا. هذه العجينه تجي هايله وتجي تذوب في الفم. واش نسحقوا؟ زوج كيسان زوج كيسان يعني تاع فرينه، الملح يعني حسب الذوق، تقدري ديري نص مغرفه كبيره، تقدري ديري مغرف صغيره تكون بومبي معمره. وهنايا الزبده تاعنا نقطعوها مكعبات صغار، ويعني نرملوها مليح حتى تجينا هذيك لاباط مرمله بهذه الطريقه. قد ما تكون درجه حراره المطبخ حطتك نتيجه بزاف هايله وما تصعبش عليك، وهذه العمليه تكمليها في دقيقه. وان شاء الله حنخلي لكم في صندوق الوصف وصفه الكيش بشكل مختلف وبحشوه جد اقتصاديه في متناول الجميع. كدرتها بالسلق، نتمنى برك تعجبكم. هنايا بعد ما رملت كامل هذيك المارغرين دخلتها مليح في لافارين تاعي، واش ندير لها؟ نزيد لها هذيك الصفار تاع البيض، ونقعد نضيف الحليب تدريجيا حتى ينطم لي العجين تاعي، ما نجروهاش بزاف، نخلوها متماسكه باش هكذا تقعد مرمله وتعطينا نتيجه هايله. بهذه الطريقه دائما نستعمل صباعتي، ما نقعدش نعجن. هنا كنت مع الاول ضفت واحد زوج مغارف، وهنا زوج مغارف، العجينه طمت لي يعني حوالي 4 مغارف كبار تاع الحليب، والحليب يكون بارد ماشي سخون. هذه هي العجينه تاعنا كما راكم تشوفوا، هذا هو يعني الكاس واش بقى لي من الحليب. ودوكا هذه هي العجينه، دوكا نخليها في الثلاجه حوالي ساعه باش نبدا نخدم بها. بالنسبه للحشو، حشو سهل، عندنا شويه تاع الدجاج هكا مقطع مكعبات صغار، زيت، ملح، فلفل كحل، وحبه تاع البصل تكون كبيره، انا درت واحد زوج حبات كبار هكا باش تجيني زاكيه، ويعني كامل ياكلوا ويشبعوا. اول حاجه واش نديرو؟ نحطو المقلاه تاعنا تسخن مليح، نحطو فيها 3 مغارف كبار تاع الزيت، نحطوا هذيك الحبه تاع البصل ولا زوج حبات يكونوا كبار ومقطعين دي بتيدي، نخلوهم حتى يدبلوا مليح مليح ويتكرملوا. بهذه الطريقه هنا نرمي هذاك الدجاج ولا لاداند، ملح، فلفل كحل، تقدروا تزيدوا زعتر، اي ليزيبيس، ولا تقدروا تزيدوهم زيتوهم، حنا واش نحبوا؟ ملح، فلفل كحل، درت لهم ملح، فلفل كحل. بالنسبه لابيشاميل ولا العقده اللي حنديروها، درت زوج مغارف كبار تاع مايزينا، رشه تاع الملح، مغرفه تاع زبده، وزوج مغارف كبار تاع فرماج، وتاني مغرفه كبيره تاع الملح، ماشي كبيرة يعني حسب الذوق. درت زوج كيسان كبار تاع الحليب، ونحط كلش بارد في بارد، ونخليهم حتى يغلو ويعقدوا. انا الا كنتي حابه يعني هذه لا بيشاميل تجيك شويه خفيفه، تقدري ديري مغرف ونص مايزينا، ولا حبيتيها تجيك ثقيله ديري زوج مغارف. كي نوصلوا لهذه المرحله نطفوا على الفرن تاعنا باش ما تعقدناش وتجينا بزاف جامده. ودوكا جيت نوري لكم الليمون اللي حنستعملهم. عندي هذا الكاري كما راكم تشوفوا، يجي الشكل تاعو بزاف شباب وراقي، وهذوك المدورين. هنايا باش تجيني طريقه سهله وبسيطه، ندور كويرات صغار بهذا الشكل، نكورهم كامل نحطهم في كيس، ومن بعد نبدا نستعمل بالحبه. نفتح العجينه تاعي على حساب المول اللي عندي بهذه الطريقه، هذا هو الشكل تاعهم، ونحطها في المول. دائما نضغط على الاطراف، والنصيحه اللي نمدها لكم باش يجوكم بنان ومشي معجنين، دائما في الوسط لو فون يعني دو تارت تاعكم خلوه شويه رقيق، ولكن الاطراف لي كوتي دائما خلوهم خشان باش هكذا يعطوكم نتيجه مليحه، ماشي خشان خشان وماشي رقيق، يعني متوسطين. هذا هو الشكل تاعهم، شوفوا كيفاش جاوا. ودوكا نزيد معاكم الشكل الدائري اللي حنديرو. نفتح العجينه بنفس الطريقه تاع الاولى بهذا الشكل، ونقعد نضغط على الاطراف، أه
هنايا ماشي كيما الاولى، نحينا الاطراف بيدينا، هنايا الحواف تاعو ماشي ماضيين، لذلك نستعملو موس، وكيما راكو تشوفو ندخل للداخل ونخرج باش يقعد الشكل تاعهم شباب وتقعد محافظه لي على المنظر تاعها اللي يكون هايل، خصوصا اذا جاوك الضياف. كيما شفتو لاش الاطراف ماشي مسقمين، نسيي كيفاش نسقمهم بصبعتي بهذا الشكل تاعهم. ودوكا بعد ما نحطهم في البلان نثقبهم كامل بالفرشيطه باش ما يتنفخوليش، واكيد ما يجوش معجنين. ما تنساوش الا عجبتكم هذه لا فيديو ما عليكم غير توصلوها لاكبر عدد من اللايكات هكا باش تشجعوني ونزيد نعطيكم اكثر واكثر. حطيت هذاك الحشو تاعي، والحشو اي حشو حبيتي تقدري ديري، تقدري ديري السلق، تقدري ديري اللحم مرحي، تقدري ديري يعني واش حبيتي. انا حطيت لا بيشاميل تاعي، نحطو غير ما غير فما كتروش بزاف باش يجو خفاف ما يجوش ثقال، وحطيت قطع من الجب فرماج بلون يعني ولا اي فرماج عندك تقدري ديريه، وفي الاخير نزيد لها شويه فرماج غيار ولا شيدر ولا نوع تاع الكودا واش عندك تقدري ديري. نحطهم في الفوق حتى يطيبوا لي مليح من تحت، ونشوف الاطراف بداو يحمروا باش نشعل عليهم من الفوق. وهذا هو الشكل النهائي تاعهم. نتمنى الوصفه تكون عجبتكم وتجربوها وتنجحوا فيها يا رب العالمين. طريقه كيفاش نحوم ليمون، اكيد ندخلوا الموس ونمسحوا كامل هذوك الاطراف به ونقلبهم ويخرجوا لنا بكل سهوله. ودوكا نفتح لكم حبه باش تشوفوها لداخل، شوفوا كيفاش جات حمره من تحت ومن الاطراف طايبه، وما تجيكمش كامل العجنه تجيكم رقيقه. دوك نشوفوا الشكل تاعها لداخل كيفاش جات. هذا هو الشكل النهائي تاعها. شاهدكم في الجنه حبيباتي. ما بقى لي غير نقول لكم بقوا على خير، تهلاو في رواحتكم ولا فيديو لاحق ان شاء الله. مع السلامه.